البعض الله يخليك زعلان البعض 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 يتهم طارق الحماد انه يتحدث اكثر من الضيوف، وحتى يوم من الايام صرح حبيبنا ونوجه له تحيه ابو سطام فهد الهريفي، قال في تغريده ان طارق الحماد يتكلم اكثر من الضيوف، خلوه محلل لا يصير مذيع. نعم. ردك على هذا الاتهام اللي يوجه لطارق الحماد؟ شوف طبعا انا احترم الكابتن فهد الريفي، ونعم بسطام، بعيدا عن المجاملات وتلميع بعض المواقف، اني بقدر اقول لك ان هذا لاعب كبير ومش عارف ايش، هو اسمه يتحدث عنه، هذا بحد ذاته يكفي. فهد الريفي اليوم في النهايه واحد من نجوم كره القدم السعوديه، واللي له كان يعني فضل بعد الله سبحانه وتعالى في كثير من المنجزات، لا على مستوى نادي النصر او على حتى مستوى المنتخب الكويتي. هو رأيي يبقى في النهايه صحيح. لا احيانا أيه. احيانا يحتاج المذيع ان يتحدث اكثر من الضيف احيانا أيه. متى؟ في حالتين، مثل ترى ابو حمد مثلك ترى نفس الكلام هو ينتجني مساكين عندنا في حالتين أيه. الحاله الاولى لما يكون الضيف اللي امامك ضعيف، نعم ضعيف ما يتكلم، خلاص الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الرجل ان يكون ضعيف، انا اكون امامك ما يقدر يتكلم، نعم هذا واحد ما عنده سالفه يعني. اي اثنين تحتاج انك انت تتكلم بشكل يعني كثير احيانا، في بعض الاحيان ما يكون عندك مواد، ويكون ان الضيوف اللي امامك تساله سؤال صحيح. يرد عليك كلمه ورد غطاء صحيح بس أي. فتضطر انك انت تتكلم، نعم يعني في هذا الموضوع اي، لكن ما تتكلم اي كلام، أيه؟ لازم تتكلم حق في كلام في صلب الموضوع، نعم. في صلب الموضوع، انا شفت الدم الله ينشف نعم.